واضحة عندكم يا شباب؟ واضحة دكتور، تمام. لا نحكي عن الاليفيترز. الاليفيترز هذا قلنا الشغل تاعهم دائما بيجي بعد بعد ما نعمل سوفت تيشو ريتراكشن، دائما لازم نعمل اقل اضعف الايمان، بدنا نعمل بس تاكسيشن بالاليفيتر يوزنج ستريت اليفيتر. اوكي. فينا نستخدمهم كمان غير اوقات نستخدمهم للاكستراكشن. اوكي. بنعمل فيهم الفيشن ولاكسيشن للتيث. لاكسيشن هي الخلخله الاسنان اللي بنعملها دائما بعد اول ستاب. اوقات بنعمل فيها كومبليت الفيشن اوت اوف ذا سوكيت، يعني بنعمل فيه اكستراكشن بهالطريقه. دائما بدنا نلحق اللاين اوف الدرو اللي هو يعني along the long axis of the tooth. اذا بدنا رح نحكي عن اللاين اوف الدرو، هي الباث along which the tooth، يعني الطريق اللي عبره التوث بيطلع من السوكت بمينيمال فورس. ما بدي اضغط، ما بدي اعمل فورس كتير كبير، يعني هيدا الباث اللي بيلاحق اللونج اكسس تاع التوث. اذا بحرك السن عبر اللونج اكسس تاعه بده يطلع بالمينيمم ريزيستنس. اوكي. لهيك الفورس بيكون مينيمال، ما بيكون في عندي ريزيستنس بهيدا. هلا اذا كان بلوكت باي بون بدي شيل البون، لانه ما مهم قد ما زيد الفورس. اذا اللاين اوف ذرول كان بلوكت ببون وهو البون عم يعمل ريزيستنس، بدي شيل هيدا البون. يعني عم نحكي هون بحالات الامباكشن، I have to move to remove the اقدر شيل. فاذا line of withdrawal هي الباث where the tooth is removed out of the socket with minimal force. هيدا اللاين كمان بيعمل له determination الروت pattern او اللونج اكسس تاعو التوث. البوينت اوف ابلكيشن هي السايت على الروت، محل ما بنحط الفورس من الاليفيتر لحتى نعمل له delivery للتوث out of the socket. وبيكون كمان determined by the line of withdrawal along the line of withdrawal. مثل ما قلنا عندنا بكر وعندنا ميزيل وديستال بوينتس اوف ابلكيشن. هيدي بالنسبه للوزاره. قلنا بالحياه العمليه بدنا نعرف انه ميزيو بكر وديستو بكر. هون ايدين في بوينت بكر بيو بكر وفي بوينت ميزيل وفي بوينت ديست. However مثل ما قلت لكم حياتكم العملية يعرفوا انه عندنا ميزيو بكل وديستو بكل اذا كان عندي فول كراون وفي adjacent teeth او والبكل سوري والميزيل والديستل بيكونوا اذا ما عندي complete crown. However انتو للوزارة شو بدكم تعرفوا انه عندنا بكل وميزيل وديستل. دايما ما عندي ابدا palatal. اوكي. ولا مره بستخدم البالاتل او اللينجوال سايد از بوينت اوف ابلكيشن للفورس بتاعي، لانه ممكن يتزحلق الفورس ويعمل انجري، ولانه كمان ما بيكون عندي اكسس فروم ذا لينجوال سايد لمشي الاليفيتر بالالل، يعني لحتى يكون حاطط البوينت اوف ابلكيشن والتوث عم يتحرك بالالل لللونج اكسس تاع التوث او للباث اوف ويذدرول لاين اوف ويذدرول. The parts of the elevator, handle, shank, blade. The handle هي دايما اللي بنحطها بالبالم تاعيت ايدنا. الindex دايما بده يكون على junction يا اما على junction يا اما على blade itself. اكيد مش non-working side of the blade يعني. اوكي. الشانك هي اللي بتوصل للبليد بالهاندل بتعطينا enough length يعني لحتى ناخد access فيها. البليد هي it engages the crown mainly root مش the crown. ما بتعمل لانه الاليفيتر دائما ما بنحطه على الكراون، بنحطه على الروت. بس هي البارت يعني هون engages the crown. اوقات بنعمل section بقلب الكراون لنفصله عن الروت، فممكن نحطه ونكسر فيه الكراون. it engages the crown or root وترانسميت the force على التوث او البون. اوكي. الوركينج سايد يعني الجزء اللي بياكل اللي هو هيدا الوركينج سايد، الجزء يلي بيشتغل. اوكي. القفة تاعه هو النون وركينج سايد. هيدا الوركينج سايد، النون وركينج سايد بيكون تاني is either concave or flat. بشكل عام هو concave أكثر من flat. عنا نوع واحد من elevators كان موجود من زمان اسمه hospital pattern elevator، ما عدنا حتى ندرسه بالليتريتشر. هو اللي كان عنده إذا بدنا flat working side of the blade. بس انتو لازم للوزارة تعرفوا انه في ممكن يكون concave or flat.
الاذر اند بيكون كونفكس بشكل عام او فلات كمان. نون وركينج سايد كونفكس او فلات ما بيكون كونكيف. دائما الكونكيف حصرا للوركينج سايد, والوركينج سايد ممكن تكون فلات, الاذر سايد بتكون كونفكس ممكن تكون كمان فلات. نون وركينج سايد يعني مثل ما قلنا اتسايد اند دومينانت هاند بتنحط بالبالم, الاندكس بيقعد على البليد او على الجنكشن بين البليد وال والشانك, بنخلي الانتيرير اند تاع اكسبوزد للبليد, مستخدمها لحتى نعمل لاكسيشن للتوث. الاندكس تاعنا بيساعد يعطيها سبورت للاليفيتر, اذا صار في سليبج ات اكتس از ستوبر تمنع انه تو بنتريت انتو ديبر تيشوز الاليفيتر. اوكي الوركينج برينسيبلز تاعو الاليفيتر ممكن يكون ليفر, ممكن يكون ودج, ممكن يكون ويل اند اكسل. اوكي ممكن يكون كومبينيشن اوف ذيس برينسيبلز, بشكل عام هو كومبينيشن اوف ذيس برينسيبلز. الليفر اند فالكرم اللي هي مثل ما كنا عم نشوفه بالفيزيكس فورسبس, عم نستخدم مومنت, عم نستخدم المومنت ار, عم حط الفورس من مال لحتى شيل التوث او اللود من المال التاني. اوكي كل ما تطول المومنت ارم كل ما يصير عنا الروتيشنال فورس احسن. دايما هون الفالكرم بيكون نقطة ثابتة. اوكي الفالكرم عادة كان بيكون البون. اوكي وعم بعمل فورس بالانسترومنت لشيل التوث. الوجنج حكينا عنه امبارح هي انه نخلق سبيس بين شغلتين انطلاقا من مبدا انه two things can't occupy the same space at the same time. لهيك بس احشر شيء بهيدا السبيس شيء من شيء قديم بده يطلع. يعني حشرت الاليفيتر هون بين الروت وبين البون, الروت بده يطلع. اوكي الويل اند اكسل اللي هي كومبليت روتيشنال موفمنت عاده بنستخدمها اكثر شيء بالكرايرز اليفيتر وبالوينترز اليفيتر. عم نعمل كومبليت روتيشن. اليوزز تاع الاليفيتر, الكلينيكال يوزز اوف ذا اليفيتر هي لحتى نعمل لاكسيشن للتوث, لحتى نعمل اكستراكشن للتوث. الوقت اللي التوث ما بيكون بينقبع بالفورسبس, ما عندي اكسس لفوت بيكس, ما عندي اناف توث ستراكشر لحتى اعمل فورسبس اكستراكشن, في استخدم لحتى نشير فراكتشرد روتس او سكشن روتس. بعد ما نفصل هون مثل ما عم نشوف مثلا فصلنا هول الروتس, بدي شيل each root on its own, في استخدم الاليفيتر لحتى اعمل loosening و relaxation prior to forceps extraction كمان, لحتى اعمل splitting. اوقات بعمل هون بهيدي المنطقة باللور 8 بيكون عندي lingual nerve قريب صاير مارق بالsoft tissues, فحتى ما اعمل cut using the burr واصل لللingually بعلم الجروف تاعي وبترك lingual lip of the tooth, يعني بترك lingually بترك شوي من التوث structure, فوت الاليفيتر وبكسر بالاليفيتر. بعد splitting للروتس عن بعض بفصلهم عن بعض باستخدام الاليفيتر وبرجع بعمل لهم extraction بالاليفيتر each on its own. Remove small amounts of bone لحتى اعمل point of application مثل chisel مثلا, اكتر شيء بقدر استخدمه لحتى شيل شوية بون شزل اللي هو اللي كولنس شزل, يعني في استخدمه لحتى شيل شوية بون واعمل creation of a point of application للفورسبس او للاليفيتر كمان. اوكي tooth resisting normal extraction بالفورسبس بجرب فيه بالاليفيتر, ما قدرت بالاليفيتر بدي روح للسيرجيكال extraction. رح نحكي عن الاليفيترز اللي اكثر شيء بنستخدمهم. بليز مهم الاليفيترز, في يمكن جاي بتصور ست اسئله منه بالوزاره مش بس من امتحان بالوزاره, شوفوا قد ايه تقل هيدي اللكتشر. اوكي فركزوا بليز باللي عم نحكي. ستريت اليفيتر اول شيء من الفورم تاعه ستريت, اذا بمرق خط بيقطع بالهاندل بالشانك وبالبليد تاعيته. اوكي بس يكون اي شيء بيكون ستريت ان ديزاين بيكون سنجل, ما بيكون بيرد, يعني بيكون في منه من كل قياس واحد, ما في منه ميزل وديستل, في منه بس بيكون سنجل ما بيكون بيرد, فردي وليس زوجي بيكون موجود.
اي شيء ستريت بيكون هيك. هاويفر في عندي ثلاثه سايزز، انا عندي ثلاثه سايزز للبليد تاعه، عندي بليد صغير، بليد اعرق ميديوم، وبليد كبير. اوكي هيدا اللي بيختلف مينلي فيه. مثل ما قلنا ستريت ستريت ثلاثتهم اون ذا سيم لاين، ما في ولا اي انجليشن بين اي شيء وشيء، في بمرق خط واحد بيمرق بثلاثه، بمرق خط هيك جالس عم يقطع بالهاندل بالبليد وبالشان. اوكي فهيدا بيكون سنجل، ممكن يكون في من في عندي منه كذا قياس، ممكن قياس البليد تختلف، ممكن ببعض مثلا قياس الهاندل تختلف. هيدي فور اكزامبل الهاندل قليل ما نشوف، بس هاو ايفر الفورم تاعه او الاستخدام تاعه بيكون واحد، نفس الانسترومنت في استخدمه على الميزير على الدستر على اللفت على الرايت، ما فيهم مشكله. عاده عندي منه ثلاثه سايز، سمول ميديوم لارج. اوكي هذا بالنسبه للستريت اليفيتر. الكولنس تشيزل، الكولنس تشيزل الديزاين تاعه كتير قريب من ستريت اليفيتر. ستريت مرق خط بيقطع بالثلاثه، اي شيء ستريت معناته هو في منه سنجل او بير، لا دايما سنجل لانه ستريت معناتها سنجل. اوكي شو بيفرق عن ستريت اليفيتر؟ الاند تاعه ستريت كات مقطوع دغري، يعني ستريت كات مقطوع جالس، مش مثل السي شيب اللي شفناهم باللاب. شفناهم باللاب هن سي شيب، فمنهم كولن تشيزل، هن تشيزل بس منهم كولن تشيزل، هيدا اسمه كولن تشيزل، بيكون ستريت كات وبيكون شارب. بنستخدمه لنعمل تشيزلينج اوف بون، تو ريموف بون، تو كرييت بوينت اوف ابليكيشن، دائما بنشيل فيه البون هيدا، نعمل بوينت اوف ابليكيشن، نعمل سبليتنج للتيث. اوكي ممكن نستخدمه لسبليتنج اوف تيث، ممكن بعد ما نعلم التيث يعني بعد ما نشيل بالبير نرجع نكمل سبليتنج فيه. اوكي كمان في ثلاث سايزز 1 2 3 بالود. هاويفر نفس الانسترومنت يستخدم على الميزل وعلى الدستل، هيدا على الميزل وعلى الدستل، هيدا على الميزل وعلى الدستل، هيدا على الميزل وعلى الدستل، اللي فرق هو السايز تاع البلايد تاعه. الكرايرز اليفيتر مثل ما عم نشوفه، هيدا في منو ستريت، هيدا في انجل. اذا بمرق لونج اذا بمرق لاين بالتيب اوف ذا بلايد ما بتمرق بال مش نفس اللاين بيمرق بالتيب اوف ذا بليد، هو اللي بيمرق بالشانك وبال هاند. اوكي فهيدا معناتها انجل، انجل منه ستريت، معناتها هيدا بيرد، هيدا دائما في منه ميزل ودستل. اوكي او يعني او لفت او لايت، هي اكتر ميزل او دستر اضبط. شكل البليد تاعه تريانجلر ان شيب، بوينتد تريانجلر ان شيب، بوينتد وشارب. اوكي تريانجلر بوينتد وشارب، تشبه الكلوب، تشبه المخلب. اوكي وعامله انجل مثل ما قلنا، وبالتالي في منها ميزل ودستل. اتفتس ذا روت سيرفيس على الميزل وعلى الدستل سيرفيس، هيدا مين بنستخدمه باللور مولر ريجنز، بس باللور مولر ريجنز. اوقات بنستخدمه للاليفيشن اوف امباكتد لور ايت، بعد ما نعمل اكسبوجر للفركيشن اريا بنستخدم الباكر شلف اوف بون ك فالكرم لقلو، ومنقبع بغير محلات، بنعمل سكشنينج بالروت وبنفوته بالانتراديكيو سبيس ميزيلو ديستري لحتى نقبع ريتيند روت. فاذا الاكشن تاعه فقط باللور جو، باللور مولر ريجن، كمان باللور جو مش باي ريجن، باللور جو. اوكي تريانجلر بوينتد وشارب بالتب تاع البليد، البليد بالاحرى. الوينترز اليفيتر مثله مثل الكراير من حيث الديزاين تاعه، في الهاندل تاعيته هاويفر يعني تفرق بالهاندل، الهاندل تاعيته عامله رايت انجل، عامله تي شيب مع الشانك. اوكي لهيك بنسميه تي بار او كروس بار. اوكي عامله رايت انجل الهاندل مع الشانك. اوكي وكمان بالنسبة للبليد تاعيته، البليد تاعيته تريانجلر ان شيب بوينتد، تريانجلر ان شيب بوينتد وشارب. اوكي كمان في منه ميزيل ودستل لانه انجل. اوكي هاويفر هون في انجل تانية بين الهاندل وبين الشانك.
هو الموست باورفل اليفيتر بتعمل هيوج اماونت اوف فورس، فبدي انتبه ما تعمل فراكشر للماندبل. وهيدا كمان بس يستخدم بالماندبل بالمولر ريجنز. اوكي الايباكس اليفيتر في عنا منه نوعين وثلاثه اليفيترز، نوع بيكون ستريت ايباكسو ونوع بيكون كيرفد ايباكسو. كيرفد ايباكسو اللي عم نشوفهم هون، لانه كيرفد ايباكسو في منه اثنين، وان ميزل وان ديستل، وفي عند ستريت اللي بيجي ستريت. ستريت ايباكسو يستخدم وين ما كان، كل شيء ستريت يستخدم وين ما كان، بالابر باللور بالانتيرير بالبوستيرير، هيدا طالما as long as it's straight. بدنا هون اذا بدي اسالكم سؤال او بدنا نسالوكم بالوزاره، بدنا نقول لكم straight apex، اذا قال لكم apex ومحدده we assume انه they're including the curved apex، وبالتالي ما بعود يستخدم وين ما كان. بالنسبه للبليد تاعيته هلا عم نحكي هون blade forming and anger، يعني صرنا عم نحكي عن curved apex. It's whether straight or curved, it's used for removal of apices. اسمه apex, it's used to remove the apex. اوكي الكيرفد apex وكل شيء بنستخدمه باللور جو، وبنستخدمه اكثر شيء بالمولرز. هون عم بيقولوا بالنسبه لكم للوزاره بدكم تعرفوا انه يستخدم اكثر شيء بالمولر ريجن. الكيرفد apex يستخدم باللور مولر ريجن، هذا بالنسبه للوزاره. برات الوزاره فينا نستخدم الكيرفد apex وين ما كان باللور. اوكي بس بالوزاره بدنا نحفظ هيك انه فور لور جو especially بالمولر ريجنز. اوكي دائما نتفشها لحتى ناخذ فيها وجه يعني بين السوكت وبين الروت، نعمل لها لوسنينج واليفيشن ليتر. اوكي الوورويك جيمز، الوورويك جيمز كمان في واحد ستريت اللي عم نشوفه بالنص، وفي واحد انجل. طالما انجل يعني في منه حيكون ميزيل وفي منه حيكون ديستل. اوكي هلا هون حاطينكم انه لايك كرايرز فورسبس هي تو انجد، هي مت هون غلط، يعني هني كاتبين غلط بتصور بلكتشر بغداد، مش مثل الكراير، هي مثل الايباكسو اليفيتر. اوكي في منا واحد ستريت وفي واحد ميزيل وواحد ديستل. اوكي اثنين انجل واحد ميزيل واحد ديستل. هو لايت ديوتي اليفيتر منه هافي ديوتي، اتس ا لايت ديوتي اليفيتر، يعني منه يستخدم بال يعني منه جودته عالي، منه متين اذا بدنا. اوكي لايت ديوتي اليفيتر الهاندل تاعيته بتكون فلات مثل ما شايفينها، فلاتند هاندل. البليد تاعه بيكون شورت وبيكون راوندد. اوكي هون البليد شورت والبليد راوندد، وهيدي اتز فلاتند، الهاندل تاعيته فلاتند. اوكي لانه لايت ديوتي بنستخدمه للريتيند روتس، بنستخدمه بالديسيديوس تيس باللور انتيريور تيس، محل ما بدنا فورس كتير قوي حتى ما، لانه دغري بينتزع ما بيحمل. اتس لايت ديوتي ارياز اوف لو ريزيستنس، وبالابر ثيرد مولر كمان نفس الشيء. بدي ارجع بشغله للايباكسو، الايباكسو اليفيتر الهاند البليد تاعيته اتس لونج. اوكي شارب بوينتد المارجنز تاعوله شارب، فاذا البليد تاعيته لونج والمارجنز شارب والتيب بوينتد. اوكي فاذا بوينتد لونج بليد وشارب بليد. اوكي نروح للجايدنج برينسيبلز فور ذا يوز اوف اليفيتورز، شو هن البرينسيبلز اللي بدي استخدمهم لاعمل لاستخدم الفورسبس. أول شيء never use the adjacent tooth as fulcrum، ما بنستخدم adjacent tooth كفالكرم أبدا، دائما بدنا نكون قاعدين بال PDL space على البون، non working end of the blade قاعدة على البون، working end عاملة engagement مع tooth to be extracted لحتى تحركه. ما بناخد adjacent tooth as a fulcrum إلا إذا بدنا نقبع على adjacent teeth within the same session. إذا مش within the same session ما فينا ناخدهم، لأنه حيصير في relaxation حيعمل pain بعد ما مريض يفل على بيته. فإذا بدنا نقبع اثنين adjacent teeth بال same session فينا نستخدم ال interdental space بيناتهم، أو فينا نستخدمهم هني ك fulcrum لبعض. أوكي
الاليفيتر دائما بدنا نعمل له سبورت ونجرب حتى منخ حتى نمنع السليبج, وان كيس صار سليبج ما يصير فيه انجري كبير. We should avoid excessive forces as a tooth عم عامل ريزيستنس كبير. مثل ما قلنا بنوقف بنشوف بناخذ اكسام نتاكد بنشوف شو في, بنعمل جنتل روتيشن وبنشوف شو اللي عامل obstruction, بنجرب نشيله بنجرب نخفف البون سبورت قبل ما نرجع نكمل شغل. فاذا ما بنعمل excessive forces بنجرب عم نعمل شويه روتيشن. اوكي direction of the force ما بيكون باتجاه الساينس, ما بيكون باتجاه مثل من شوي ما قلت لكم اذا عم بعمل extraction ل lower impacted third molar وشايفه قريب من النيرف ما بتفش باتجاه النيرف, دائما بتفش occlusively away from the nerve. نفس الشيء بالنسبه للساينس حتى ما اتفش الروت على الساينس. الاليفيتر ما لازم ابدا لا الاليفيتر ولا غيره لازم يستخدم بلايندلي حتى ما نعمل انجري او اذيه للمريض. اذا ما عندي بوينت اوف ابلكيشن لازم شيل بون واعمل بوينت اوف لازم اعمل بوينت اوف ابلكيشن باستخدام البير باستخدام التشيزل وات ايفر, بس لازم الاقي بوينت اوف ابلكيشن لحتى اقدر احرك عن طريقه. ما بستخدم الادجيسنت توث ولا بشتغل بلايندلي. اوكي بده يكون ستيريل دائما معقم وشارف ليقدر يشتغل. مثل ما قلنا الوركينج البليدز بده يكونوا محطوطين, البليد بده يكون محطوط بين البون وبين الروت سيرفيس. الوركينج سايت تاع البليد هون عم نحكي الوركينج بليد عم نحكي عن البليد يعني في الوركينج سايت تاع البليد بيكون قاعد او لا اتعامل انجيجمنت للتوث. النون وركينج سايد اوف ذا بليد بتكون قاعده على البون اخذته فالكرم وعم نعمل جنتل روتيشن. كومبليكيشنز اللي ممكن تصير نتيجه استخدام الاليفيتر اذا مس يوز اذا استخدمته بشكل خاطئ او عملت انا جادجمنت غلط انا وعم بستخدم الاليفيتر شو ممكن يصير عندي مشاكل. ممكن يعمل سليبج ويعمل انجري للسوفت تيشوز مثل التانج الفلور اوف ذا ماوث السوفت باليت الهارد باليت نتيجه سليبج. اذا عملت رونج ابلكيشن اوف فورسز او اكسسيف ابلكيشن اوف فورسز ممكن اكسر الجو. اوكي اكثر شيء مثل ما قلنا وين بينكسر اللور جو ات ذا انجل اوف ذا ماندبل. قلنا ليه؟ لانه هني هولي عندنا vertical bone اللي هو الريمس وعنده horizontal bone اللي هو body of the mandible. فعلى junction تعيد هو the two planes vertical plane and horizontal plane angle of the mandible اللي بتكون أكتر منطقة عرضة لأنه يصير في كسر. ممكن كمان اكسر البون بليت, ممكن أعمل fracture للmaxillary tuberosity. كل هول ممكن يصيروا إذا عملت wrong application resources. ممكن اكسر tooth بالكراون. اوكي كمان ممكن اعمل مثل ما قلنا فراكشن الماكسيلري تيوبراستي بالابر ثيرد مولر. الانكنترولد فورس اذا ما انتبهت الفورس دائما يكون اوكلوزل. اذا دفشت الفورس ايبيكلي قريب بمحلات قريب الساينس ممكن ادفشوا على الماكسيلري ساينس. ممكن الابر ايت ادفشوا على الانفرا تمبرال فوسا. اوكي ممكن ادفشن على الباكل سوفت تيشوز. ممكن اللور مولدرز يندفشوا على السبمانديبولر سبيس. ممكن على السبلينجوال سبيس. ممكن ايباكس صغير قريب الانفيرير دنتال كانال ادفشوا على قلب الكانال. اوكي واذا استخدمته بارياز فيها ابسس بري ايباكلي ممكن اعمل سبريدنج ديسيمينيشن للانفكشن فبدي انتبه. اوقات ممكن تنكسر tip of the blade. اوكي tip of the instrument او tip of the working blade may get fractured or remain in the socket. اذا انتبهت وشلته للانسترومنت باخد برجع بعمل proper examination باخد x-ray بتأكد وين مكان البليد tip of the blade وبشيله. اوكي فاذا البروبلمز اللي بيصيروا نتيجه الجادجمنت الخاطئ للاماونت اوف فورسز والامبروبر بوزيشننج للاليفيتر ما حطه بالمكان الصحيح. اوكي او مش بمكانه. مثلا عم جيب كراير انا عم بشتغل فوق ممكن اكسر البون. اوكي ثانك يو هيدي